السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حي الشباب، صلوا على النبي. الحمد لله حمدا كثيرا الذي بفضله يفكر العقل ولا يعبر اللسان ويكتب القلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الخلق أجمعين، حيث أن أفضل الأيام هي عشر ذي الحجة، وفيها نتحدث عن فضل صيام يوم عرفة ويوم الحج الأكبر وقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. من اللي يعطيني يا شباب سنن عيد الأضحى؟ إذا أحد عارف سنن عيد الأضحى يعطيني سنن. تفضل يا أبو عبد. وحلاقة. حلو. طيب أعطيكم إياها على عجالة. أول حاجة الاغتسال ولبس أطيب اللباس. الذهاب للمسجد من طريق والعودة من طريق آخر. التكبير والاستماع لخطبة العيد. ذبح الأضحية. والشيء اللي كنا نتواصل والتواد والتراحم الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهنئة الأهل والأصدقاء. معي يا شباب مسابقة بسيطة وإن شاء الله تنال على إعجابكم. الله يعزك. أبشروا والله بالسعد. تعرفون بس بعد إذنكم نبي اثنين بس الضيافة. هالضيافة طال عمرك من قروب دعمي الجوازع. الجوازع محظوظين فيكم. الله. طبعا تستاهلون الأكثر يا الربع، تستاهلون الأكثر. يا خالد قل له مرة شكرا صدق. جاب قهوة. هوا. لا ايش يقول يا خالد؟ الله الله. ترى رزقك حلو. ما شاء الله. عطني مزاز يا. طيب وش رايكم اقول لكم قصه عيد الاضحى؟ يعد عيد الاضحى ذكرى لقصه نبينا ابراهيم عليه السلام اذ دعا ربه ان يهبه ولدا صالحا، وذلك عندما هاجر من بلاده فبشره الله عز وجل بغلام حليم وهو اسماعيل عليه السلام الذي انجبته هاجر، وكان عمر ابراهيم عليه السلام 86 عاما. وعندما كبر اسماعيل عليه السلام راى والده النبي ابراهيم عليه السلام في المنام أن الله عز وجل يأمره بذبح ابنه، فقص رؤياه على ابنه وقال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا أجاب إسماعيل؟ أحسنت يا سلطان. كان مطيعا لأمر أبيه، يا أبي افعل ما تؤمر وستجدني إن شاء الله من الصابرين. وجاءت اللحظة الحاسمة فوضع النبي إبراهيم وابنه إسماعيل على الأرض ونوى الذبح، لكن السكين لم تقطع بأمر ربه سبحانه وتعالى، عندما فداه الله عز وجل بكبش عظيم في عيد الحج. يعرف عيد الأضحى بمسميات عديدة، أبيكم تذكرون لي على عجالة أحد الأسماء لعيد الأضحى. أحسنت أحسنت. عيد الحج، عيد الحجاج أو عيد الحج. أحسنت. باقي واحد، خلوني أختصر عليكم. لبه عرفة. هو عيد المسلمين، كلها عيد المسلمين. عيد الثاني عيد النحر. عيد النحر يوم النحر صح. طيب تفضل معي يا ابو رحيم احمد، سم الله عدوك. الهي اشتاء البريه هذه عشان ما يكون فيها والله اني ذل منها. سم بس هذه ان شاء الله ما جاي منك. هذه مسابقه اللي يعرف الجواب طال عمرك كل رقم له سؤال، واللي يعرف الجواب يجاوب. الله يقطع ثاني مدني. وش السالفه؟ سويدي مني. اقرا اقرا اقرا. دور القطه السويدين واعطها التونه. لازم والله اني ما بلعب. والله حلوه. احمد اساله هنده خاص وعلى الاجر. يا احمد على الاجر يا سويدين. طيب عبد الله تفضل تعال. هو بيقوم بالتحدي لحاله. تعال يا عبد الله. لا كيف يدور له صوت ان شاء الله يحصل. عاد تفضل يا بسام. اي مش تحديه هذا لازم يقوم فيه. بشيك وراه انا لا تخاف. خلنا نفضل يا عشان ما ورنا اللي عندك. ها ورنا اللي ما بيفتح لين يجي. عشان افتح يودي بسم الله.
حب راسي اللي على يمينك، الحمد لله ما في احد. حب راسي اللي على يمينك من هو؟ عبد الله، عبد الله حب راسي من ذوي الامور. طيب خلنا نرجع. حب راسي اللي على يمينك اللي هو عبد الله محمد. طيب تعال هنا، تعال. تعال تعال يا عبد الله. تعال يا عبد الله. يا ابو محمد انت اخ وعز. شديتك والله. تسلم تسلم، لا انت يا عيال. هذه احكام الكل متقبل ان شاء الله. يطول الله وجهك ابو تميم، الله يسعدك ويوفقك. وياك وياك يا رب. والله حظي دايم زين. والله انا ايش اقول دايم حظي زين، الحمد لله. كاتبين تستاهلها بدون عقاب. الله الله. يطول الله وجهك ابو تميم، لبي روحي. شيخ العنصرية مساء. الحمد لله والله حظي زين يا ري. والله اني قبل امشي. لا لا الامور طيبة ان شاء الله، قدامكم سحب الفازة. مو بحظي الكل تعمق يا رجال. عبد الله مبروك. دقيقة دقيقة صفق برجلك 10 مرات تفضل. والله اجلس. تعال خلاص بيض الله وجهك. اللي بعده ضاحي. يا ربع خالد دور سريع. طبعا في نهاية الفقرة يا عيال لا أحد يلومني ها؟ في حاجة أنا مسويها. أعوذ بالله ما عرفنا يا ولد. رياضة الضغط 20 مرة. يلا يلا يلا. ما أعرف. لك من عندي اللي تقدر عليه. يا عمر. أبد. بيض الله وجهك. نواف تعال. السؤال يقول. سؤال. متى ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا في يوم عرفة؟ في أي وقت؟ في منتصف الليل. ثلث الليل. إجابة كذا عندك إجابة. وقت الصلاة ما أدري والله. قل جاوب بعدي. عد عد. طيب متى ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا في يوم عرفة أي وقت؟ وقت الصباح وقت الصلاة. نبدأ من هي. تفضل. استغفر الله يا رب. تكفى والله ما أعرف 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 يا غني أغنية خليجية بالفصحى ما أعرف أغاني يا رجل ما أعرف والله لو بيت واحد ما أعرفها أصابك عشق أم رميت بأسهم فما ذلك إلا سجية مضرب تحية يا شباب بهاج تعال يا بهجة تعال الله يبارك لا 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 دقيقة 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 نسألك سؤال يمكن يكون من حظك شو رأيك ما ذيك على طول تطبق حكم وكذا طيب متى ينتهي وقت الوقوف على عرفة بالنسبة إلى الحاج متى إيش متى ينتهي قلها لا بلغة فصحى يا سلطان يلا جاي للديرة لا لا عقب شو اسمه الحجاج عقب عرفة الحجاج متى يظهرون متى يظهرون من ايش متى يظهرون على عرفة ايوه متى يطلعون المزدلفة عقب ما يخلصون الصوم وقت طيب صلاة المغرب صحيحة صح لا بالله مو صحيح لا بالله مو صحيح بطلوع الفجر يوم عرفة الله الله بطلوع الفجر يوم النحر ليس يوم عرفة كب على نفسك مويه بارده انا
قال كب على نفسك بتوي. لا 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 يا الربع يا الربع كب على نفسك. خالد خالد لا لا مواهبها دقيقة 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 اوه يكب على نفسه اوه يكب على نفسه معلش على الطاولة لا انا بكب على نفسي لا لا هنا هنا المايك كب له شوي ما حددنا الكمية كب على نفسك موية باردة تعال هنا تعال هنا تعال هنا الكمية اللي تبغى انا بنفذ عشان خالد حتى لو كان يخرب جعلت ذاك لبه ولا قلبك نزل راسك شوي بس 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 الله يكفيك طبعا حمادة ما شاء الله عليه هو الثقافي هنا بيننا يعني ايوه ثقافته متعدي اسماء الحدود طيب متى يكون وقت صلاة العيد عند ارتفاع الشمس قدر الرمح طيب إجابة أدق من كذا شروق خطأ ليه خطأ خالد لا 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 خطأ روح هو يبي ينفذ علي تزمون أنت والجوازع يا أبو تميم الله يسلمك الله لا يبيح منك أنا أعلمك يقول رش نفسك بخاخ الثلج من فوق لا 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 شباب قالوا رش نفسك استريح استريح رش والله يستاهل ابو تميم والجوازة الله يسعدك اعلمك انا الله الله ارحب يا حصان تابقوا مليون تفضل زاد هذا قريب عشان ما غش بس ما اسم والدة اسماعيل عليه السلام اسم والدة اسماعيل عليه السلام اسم وش والدة اسماعيل لا أحد يعطيني إجابة معلش ما عندك إجابة سلطان أجاوب دقيقة عشرة إبراهيم تسعة ما أدري والله أنا ما بجيب ثمانية راحت عليك الإجابة يا أبو عبد الله أوكي إسماعيل إيه ما أدري أجاوب راحت عليك الإجابة يا عبد الله راحت جاوب هاج أحسنت أحسنت يا مدرس إي بالله أحسنت عطنا تحدي طلع نص ريال من اي مكان بدقيقه ابدا اسمع تروح تجيبه عادي اي ريال قرش يلا راح في في العزبه سيف سياف 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 بيض الله وجهك الله حسبي على ابليسكم عزلان في بوكي قريب ابا الله يتفرح علي ذا الحين يضحك بيض الله وجهك يا محمد خذ راحتك لا ما نقدر اخذ تحدي ثاني روح استناك اللي بعده سعد ولا ابو شعفول واحد فيكم يجي يا مرحبا الله يا شيخ الله يا ابو سالم طبعا بسالك سؤال والاجابه انا قلتها قبل شوي في القصه كم كان عمر ابراهيم عليه السلام احسنت عطوا عبد الله تحيه يا الربع كم كان عمر ابراهيم عليه السلام عندما رزق بابنه اسماعيل انت موجود قبل شوي في القصه يوم قلتها لا والله ما موجود طيب حاول لك مني ثلاث محاولات كم كان عمر من؟ كم كان عمر إبراهيم عليه السلام عندما رزق بابنه إسماعيل؟ ستة وتسعين أيوه ستة وستين لو جاوبت ما أخذ ذي ستة وسبعين لو جاوبت ما أشيل ذي اللي ودك أنا حانك منها طلع ستة وسبعين بيض الله وجهك تفضل خالد
خطا. اي خطا. 96 86 انا ابيه ينفذ يا اخوي كيفي كلكم انا ناويكم اليوم. يا جابر حي. ارحب يا ابو رحيم. تقع عندي مداخله. اسلم. الحين بس هذا الكلام هذا وجه للسويدين. سويدين يا خضير يوم انا ما بغيناك نلقاك قدامنا. ولا جيت تدورك ما نلقاك. وش العله؟ تدري شو اللي زين اخلاقي؟ ها. لقيت قطوه. البيضه. يا اخي كيوت. اعطيتها كيوت وكلت. كلت اكيد. اكيد. اي والله. تستاهل ابد. معذره. شكلها كذبحه. يقول ارقص رقصه شعبيه لمده 10 دقائق. بس. انا اعطيك 30 ثانيه. اسامح انا اعطيه 30 ثانيه لمده 30 ثانيه. العب سعد. يلا غنوا عرضت هالجنوب صح؟ شعبيه شعبيه قال. وصل خلاص. بيض الله وجهك. لا تبيني ارقص يوم. لبى ولا قلبك يا عشيري ترى ماني. لا 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 خلنا نكمل. خذ راحتك يا ابو علي. حياك يا سعد. الله يحييك. ما معنى ان يوم عرفه يوم اتمام النعمه؟ ما معنى يوم اتمام النعمه؟ والاجابه في نفس السؤال. اتمام النعمه. ما معنى ان يوم عرفه هو يوم اتمام النعمه؟ عشان ذبح الضحايا صح؟ لا وش معنى؟ كيف؟ اذا تميت النعمه. كيف اذا تميت النعمه؟ الله يجازيك بوش؟ بالخير. بالنعمه. بالنعمه؟ ايوه. والله؟ اي والله. وغيره؟ والرزق. امانه. وغير الرزق؟ الخير وكل شيء. ايش يجازيك به؟ طيب اتمام النعمه يحصل بايش؟ ها؟ انا صراحه حان انا ما عندي لك كليه واحده تعرف خاف انطقها ولا شيء. ها؟ ايش؟ ايش؟ ايش هو؟ انت من جده؟ ايش قاعد يقول الحين سؤال؟ انت من جده؟ ايوه. بيض الله وجهك. استاهل السؤال سعد. استاهل ابو علي. ابد خذ. اقرا على الشباب. لا طيب اقرا على الشباب وانا بفكر. هات. هيا تنفتح الظاهر ما تبي كذا. خربونه غيره. اصرخ بصوت عالي. يلا استاهل. تعال يا ريان. ابو تميم لبى قلبك. لبيك. خذ راحتك. اين يبيت الحجاج في الليله التاليه ليوم عرفه؟ اين يبيت الحجاج في الليله التاليه ليوم عرفه؟ في مزدلفه. بيض الله وجهك. في بيت عمره. احسنت. طيب اعطني تحدي. تبي تحدي؟ تفضل. لابد. شو رايك؟ احب شيء عندي انا. إيه لب... لا والله لازم عشان ابو تميم. لبيك. قول اكثر صفه تكرهها فيك. قول اكثر صفه. البرود. تكرهها فيك البرود. اي والله. احسنت. تعال يا ابو عابد. ارحب. طيب ما هو الذكر الذي يستحب للمسلم ان يكثر منه في يوم عرفه؟ اعرف. استغفروا. بيض الله وجهك. خطا. توني معلمك المغرب. طيب داري يا اخي اعطى موهبه. اربط شعر خالتي. خلاص ربطت. ما في شعر يا رجل. ما في شعر. وش تربط يا رجل؟ والله اربط. كم في شعر؟ كم في شعر؟ يلا اربط. اربط القطره. كم في شعر؟ لا خل شعري شعري. بس. بيض الله وجهك. احسنت. والله لا خبره. يلا يا ثامر حياك. بيض الله وجهك يا ابو فالح. يلا. مكتوب اسحب من الفازه. بيض الله وجهك. هذا السؤال الزين. يلا.
لا اسال يمكن اجاوب. ابشر ابشر ابشر. عطى اصعب سؤال. عرفنا انا جاوبت. متى يكون وقت صلاة العيد؟ إجابة دقيقة. أنت مسألة حمادة. إجاوب. وقت الشروق. وقت إيش؟ شروق. بيض الله وجهك. جاوب خالد. هو جواب على جواب يقول شو؟ جواب على جواب. أجاوب. جاوب على جواب. بعد شروق الشمس بقيد الرمح يعني بعد ذاب ربع ساعة بعد شروق الشمس بربع ساعة. إلى ما قبل صلاة الظهر. الله. أخ سوير أنا في وجهك أنت منعني منه. ما عليك بعدك. لا يشوفه خالد يشوفه خالد يشوفه دقيقه خليني بعد شوف قرايه عشان دي لا وقف طيب. خلاص بغير له اسكت لا شيء هذه أوه. عشان فيها نرضى نرضى بختار لك انا لا 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 بختار لك انا تمجر خسوي خالد ايش رايكم يا خالد تكفى تكفى اختر شخص يسحبك مع رجلك لا مسافة بسيطة يسحب لا 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 أنا أختار أنا أختار كيف أختار أنت أختار أرجع 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 عبود عبود شران تكفى عبود هو جوه ذي الحريق إيه شب أنا بنطط معك ها مش قوم تسحبني وطية لا أنت اشتخك أنت خلف أجل يلا يلا طيب ما لك من هالوصفة ما يلا يا عيال اوه في شيء يلا بس يلا يا شباب عشان لا طي لا طي لا لا ايش بس اي اقوى لا لا ترفع فوق بطحت اعطوا تحيه يا شباب يستاهلوا مدعي تفضل يا عبد الله ساعه 2:15 عاد ايش منك حلو في سؤال كم عدد نجوم الكواكب الشمسية في ذلك اليوم في ذلك الحين؟ ها؟ كم عدد الكواكب الشمسية في ذلك اليوم إلى ذلك اليوم في ذلك الحين؟ إيه في ذلك اليوم؟ وش في ذلك اليوم؟ عندك حرية الجواب. يوم العيد. بيض الله وجهك. من اللي باقي مشعل ها؟ قلد حركة أحد الموجودين والباقي يخمن خمنوا اللي بيقلد كنت بقلد مشعل بدون صوت على أنه على أسبوع محتواكم أنا بالتقليد غير بدون كلام حركة بس ترى ما تسكت حواجب كذا طبعا سلطان مين؟ إيه لا سؤال حواجب يصير كذا تعال يا مشعل أين يوجد الكوكب في مجرات النجوم الكوكبية؟ وش السؤال؟ أي كوكب في القمر؟ أي كوكب موجود في كوكبات النجومية؟ اسحب مش عارف اسحب أبشر غادة طيب طلع طلع دور حول نفسك 60 ثانية يلا بشكل سريع طيب صلوا على النبي معلش راعي مبادرة يا والله بديت ندوخ عن اذنك السبيحة في عدو خذ راحتك ابد متى كانت الحرب العالمية الأولى؟ 1985 خطأ اسحب من حفر حفرة الله اخيه وقع فيها بيض الله وجهك ارسم خمس نقاط كبيرة على وجهك خلني برسم انا عشان ما ارسم انا مو بانت يلا 1 2 كبيرة قالوا 3 4 5 طيب تفضل يا ربع دقيقة تفضل يا ربع دقيقة نتكلم عن وقف اليتيم بمكة يا سلام 300 ريال تكفى اليتيم مدى الحياة قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكاف اليتيم كهاتين لنا ولأخواننا واللي يحب الخير تصدق يطول العمر تفضل يا ضاحي تصدق يطول العمر وبتلقاها بإذن الله تعالى قدامك في
الجنة وناخذ كلمة من ضاحي الله يجزاه خير، عطني كلمة. أنا أقول فرصة ما تنعوض بالعشر خاصة اليوم ليلة عرفة، عسى الله إن شاء الله يتقبل منا الحجاج ويتقبل منا حنا بالصيام إن شاء الله باتر وبادر بالوقف اليتيم 300 ريال مدى الحياة كفالة، يعني والله إنها فرصة لا تنعوض صراحة. الله يسعدك جزاك خير. نواف عطني كلمة عن اليتيم. أول شيء أشكر فريق دعمك على هالمبادرة الطيبة وعلى تذكيرهم بنا اليتيم. اليتيم ما له إلا الله ثم أنتم، والله ما له إلا الله ثم أنتم، ما له إلا الله ثم أنتم. أنتم 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 بادروا وأحسنوا لعلها تنجيكم من عذاب القبر، لعلها خاتمة لك خاتمة حسنة إنك تكفي اليتيم. ما تدري أنت اليوم حي بكرة، ما تدري أنت حي ولا ميت، فبادر الآن لعلها تنجيك من عذاب القبر. الله يجزاك خير. صدقوا 300 ريال تكفلون بها يتيم أجر لكم مدى الحياة. الله يجزاكم خير. طيب لا يسعنا أن نقول لكم في ختام هذه المبادرة أن نشكر فريق دعمي. مستهلو. الله يجزاهم خير. بهذه المناسبة شباب قدموا لكم هدايا بسيطة لكل متسابق. تفضل يا الربع كل واحد ياخذ هدية. خذ اللون اللي ودك انت، خذ اللون اللي ودك. تفضل تفضل يا عيش خالد. خالد لا خلاص هذه زين. هذه طال عمرك بقدمها في يوم ثاني. ومسبح خالد انت معلمهم ان تهاوش على الكابات هنا. والله انا شاري 10 وانسرقت. والله هذه ما في المقام يا الربع. والله تستاهلون اكثر، تستاهلون اكثر. يوم عرفه مسواك اقول ترى مفتوح كل عرفه. اقول بيض الله وجهك يا خالد. لا اله الا الله. لا 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 قولوا لا اله الا الله. حق اذكروا والله. طيب التويتر حق خالد. يا خالد خالد الدوسري. خالد خالد الدوسري ابو تميم تعال. من باب تقليل الحديث عندك والله سلطان. والله العظيم ما عندي سلطان. يكفينا في شكرك وشكر جمهورك. ولو نتكلم حن الى ظهر نتكلم. تعال يا ابو عبد الله فاختصرها. تعال هنا انت وياه واخر يا ريان. ابشر مسعود الله يعطيك العافيه. اشكرك يا ابو هادي سعد. اشكرك تعالوا. اشكرك على المبادره الاكثر من رائعه استمتعنا فيها في امور كثيره واضحه. والضيافه اللي قبل جابوها لك اهلك وقرت عينك بشوفتهم. الله يسعدك. وعلى الهدايا هذه صدق مبطب السيل الا كبره. هبطيت هبطيت وجبت مبادره غطيت عليك. الله يعطيك العافيه. بيض وجه جروب الدعم عز الله من امتع الفقرات اللي جبتها. لا لي ذا بس ابدا. انا اتمنى انكم استمتعتوا وهذا والله مو في حقكم. الهدايا شلون شلون دقيقه الله يسعدك. اليوم انت عيد. بيض الله وجهك. طيب لا تنسى اني شيخ. سلطان سلطان جيب لنا مسعود بن شعفون. مسعود قريب. مسعود تعال. الشيخ مسعود نبيك اسمعني. الشيخ سعد عبد الله بهاج.